عايز اقول لكم لما نيجي نتكلم النهارده على 7 8 تريليون جنيه تم انفاقهم خلال ال7 سنين اللي فاتوا. انا عايز اقول لكم الرقم ده لو بناخد القرار دلوقتي بعد ما الارهاب انتهى، لو بناخده دلوقتي يبقى الرقم المفروض يتعمل محتاجين 14 15 تريليون جنيه، والوقت اللي هو 7 8 10 سنين عشان نوصل لده. احنا خلال سنتين ونص تقريبا ضعفنا انتاجنا من الكهرباء، وبقى عندنا فقط 20% من الكهرباء ديت. انا اقصد اقول كل قطاعات الدولة المصرية، وما ننساش كل قطاعات الدولة المصرية، وارجو ان احنا ما ننساش، لم يتم يعني ايه تأجيلها، لا قطاع طاقة ولا قطاع نقل ولا قطاع صحة ولا قطاع تعليم ولا اي حاجة.